متابعة التطورات من موسكو، ينضم إلينا مراسل العربي سعد خلف. أسألك عن الجديد وعن تطورات هذه الجبهة المفاجئة لموسكو. ديما، على الرغم من إعلان وزارة الدفاع في بيانها الرسمي منتصف اليوم بأنها تصدت لمحاولة القوات الأوكرانية التوغل أكثر فأكثر إلى عمق مقاطعة كورسك، وأنها صدت هذا التوغل أو هذه المحاولات، إلا أن هناك تصريحات تظهر مجددا على من مختلف المصادر الروسية تشير إلى أن حاكم مقاطعة زاباروجيا يفجيني باليتسك، وهي المقاطعة التي ضمتها روسيا من أوكرانيا خلال العام قبل الماضي، يعلن أن جزء من القوات الروسية التي تقاتل في هذه المقاطعة تم إرسالها ونقلها إلى مقاطعة كورسك للتصدي للهجمات الأوكرانية هناك. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان أيضا خلال اليوم عن إرسال مجموعات من القوات أو ما يعرف بقوات الشمال التي تقاتل داخل أيضا هذه المناطق، أي مناطق جنوب وجنوب شرق أوكرانيا، في محاولة للتقدم في خطوط الجبهة وفي عمق الدفاعات الأوكرانية هناك. تم أيضا إرسالها إلى جبهة كورسك. يبدو أن الأعمال القتالية أو أعمال القتال الجارية في مقاطعة كورسك أكبر مما يصدر من معلومات أو مما تقدمه وزارة الدفاع الروسية من معلومات عن هذه المعارك. حسب بيانات غير رسمية، عدد القوات الأوكرانية التي تقاتل في هذه المنطقة يبلغ ما بين 10 إلى 12 ألف جندي أوكراني، منهم 3 ألوية باتت معروفة تذكر بالاسم، اللواء 80 واللواء 88، بالإضافة إلى لواء أحد ألويات الإنزال الجوي الهجومية الأوكرانية التي كانت متمركزة على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروس، تم نقلها أو نقل الجيش الأوكراني إلى هذه الجبهة في محاولة للتقدم داخل العمق الروسي. بالطبع هناك أسئلة كثيرة تطرح عن الهدف الاستراتيجي الذي يسعى الجانب الأوكراني من خلال هذا الهجوم إلى تحقيقه، نظرا لأن الجانب الأوكراني لا يعلن هدفا محددا. هناك مخاوف من أن يكون الجانب الأوكراني يسعى إلى محاولة السيطرة على محطة كورسك للطاقة النووية، لأنه على الرغم من تصريحات غربية تقول بأن الجانب الغربي فوجئ بهذا الهجوم الأوكراني، صدرت بعض التقارير التي تقول وتشير إلى أن هذه العملية العسكرية من حيث طبيعتها ومن حيث جدية الإعداد لها ومن حيث طريقة التنفيذ والتكتيكات المرنة التي يتبناها الجانب الأوكراني تم التخطيط لها بالاشتراك مع قوات حلف الناتو، لكن دون تأكيد رسمي حتى هذه اللحظة. الجانب الروسي لا زال في طور التوعد، يتوعد فقط بأنه سيرد بقوة وسيكون رده مؤلما بالنسبة للجانب الأوكراني. هذا ما قالته ماريا زاخاروفا اليوم في تصريحات تبدو للمرة الأولى رسمية مباشرة نتيجة لهذا الهجوم الأوكراني أو تعليقا على هذا الهجوم الأوكراني، خاصة وأننا نرى صمتا من قيادات وزارة الدفاع. وزير الدفاع الروسي لم يعلق حتى هذه اللحظة على هذا الهجوم الأوكراني. نعم، هو حضر لقاءين لمجلس الأمن القومي الروسي مع الرئيس الروسي، أحدهما كان في اليوم التالي على بدء الهجوم والثاني كان يوم الجمعة الماضي، لكن هناك غياب تام للتصريحات الرسمية الروسية العسكرية حول هذا الهجوم الأوكراني وتبعاته وكيف سيكون شكل الرد الروسي. جبهة بيلاروس أيضا يحتمل أن تكون لها دور في هذه العملية الجارية الآن. ديما، من موسكو شكرا جزيلا لكل هذه التفاصيل، مراسل عربي سعد خلف.